الخير واهلا بحضراتكم حلقه جديده من مصر. خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا الحقيقه شفنا نموذجين فريدين لحب الناس. شفنا نموذج بالامس وهو رحيل الفنانه رجاء الجداوي، وشفنا من ساعتين ثلاثه رحيل رجل عظيم وقامه كبيره هو الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وأحد رموز العسكرية المصرية، رجل له باع طويل جدا في خدمة هذا الوطن منذ أن تخرج في الكلية الحربية سنة 67 واشتراكه في حرب الاستنزاف، ثم في حرب التحرير نصر 6 أكتوبر كان أحد رجال المهندسين العسكريين أو سلاح المهندسين العسكريين، وتولى الكثير من المسؤوليات في هيئة التسليح ورئاسة هيئة التسليح في القوات المسلحة، ثم مساعد لوزير الدفاع لشؤون التسليح. يعني أكيد الرجل العادي، رجل الشارع العادي، الناس على السوشيال ميديا، ممكن الناس دي أكيد يعني ما قابلتهوش وجها لوجه، زي برضو ما قابلوش امبارح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رحمة الله عليها وجها لوجه. ولكن الشيء الحقيقة اللي في الحالتين متشابه هو حب الناس، هو حزن الناس، هو إحساس الناس بالافتقاد قامة أو افتقاد شخص له محبة، شخص له تقدير، شخص له احترام، إن لم تكن تعاملت معه بشكل مباشر لكنك تكن له محبة، ربما ما تعرفش إيه سبب المحبة، ولكن سبحان الله هو ده أو هي دي النتيجة الطبيعية لأي واحد بيخلص في أداء عمله، بيخلص في حبه للواجب اللي هو بيأديه، بيخلص تجاه بلده وتجاه الناس اللي هو بيتعامل معهم، فبالتالي بتكون المحبة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. خلال الساعتين ثلاثة اللي فاتوا وسائل التواصل الاجتماعي كلها لا حديث لها إلا في عزاء وفي رثاء المغفور له بإذن الله تعالى الفريق محمد سعيد العصار، رجل وقامة وطنية وقامة عسكرية كبيرة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم إن شاء الله خلال حلقتنا النهاردة، وهنقف عند محطات مهمة جدا وأدوار مهمة جدا، أدوار وطنية كبيرة جدا قام بيها الفريق العصار رحمة الله عليه، ليس لشيء وإنما محبة وإخلاصا لوجه الله تعالى وحبا وتقديرا لهذا البلد. هنقف عند محطات كتير جدا في حياة الفريق العصار رحمة الله عليه، وهيكون معانا شهادات قريبة جدا من أشخاص ومن زملاء في مراحل حتى في الدراسة، زملاء في العمل، زملاء في الواجب الوطني خلال السنوات القليلة الماضية. اللواء العصار تولى مسؤولية وزارة الدولة للإنتاج الحربي من 2015 وحتى اليوم بعد رحيله عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ربما المرض يعني لم ينال من الفريق العصار لفترة طويلة ولكن لثلاث أسابيع فقط، حوالي 21 يوم هي الفترة اللي كان فيها أو تعرض فيها الفريق العصار رحمه الله لهذه الوعكة الصحية. شفنا الرئيس السيسي من أيام قليلة جدا وهو بيطلق اسم الفريق العصار على أحد المحاور المرورية المهمة يوم 26 يونيو الماضي، وأطلق اسم الفريق العصار على هذا المحور المروري المهم، كذلك منح الفريق العصار وشاح النيل، وهنقف عند وشاح النيل ورمزية وشاح النيل الحقيقة في هذا الأمر وترقيته لرتبة الفريق الفخري. يعني نقدر نقول تعامل راقي وتعامل إنساني قبل ما يكون تعامل رسمي من الدولة المصرية، الدولة المصرية اللي بتكرم أبنائها، الدولة المصرية اللي بترعى أبنائها، الدولة المصرية اللي بتصون أبنائها أيا كان هذا الشخص. شفنا من أول العامل البسيط الصياد اللي كان محتجز في اليمن لقامة كبيرة شفنا تكريمها وهو الفريق العصار رحمة الله عليه. النهاردة شفنا أو منذ دقائق قليلة شفنا نعي السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق محمد العصار. هنقرأ مع حضراتكم هذا النعي اللي في كل حرف وفي كل كلمة من كلمات السيد الرئيس بنشعر فيها بالحزن، بنشعر فيها بالأسى، زي ما شفنا الحقيقة هذا الشعور اللي احنا جالنا واحنا بنتفرج على
الرئيس وكلمة الرئيس، وبيطلق بيوجه اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإطلاق اسم الفريق العصار على أحد المحاور المرورية الهامة. شعرنا أن في حاجة، حسينا أن في حاجة من لهجة الرئيس ومن كلمات الرئيس. كذلك كلمات الرئيس اليوم في النعي على موقع التواصل الاجتماعي الحقيقة كانت واضحة وكانت جلية. الرئيس قال بالحرف الواحد: لقد فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة، هو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وفاته المنية اليوم. لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهد، بل كان دائما في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها. اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل أسرته وذويه الصبر والسلوان. ده كان نص عزاء ونعي السيد رئيس الجمهورية للفريق العصار، وهنتوقف إن شاء الله مع الجهد اللي ذكره الرئيس في هذه التدوينة، حيث قال: كان دائما في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها. هنقف عند هذه اللحظات الدقيقة والفارقة اللي كان فيها الفريق العصار رحمة الله عليه خير رجال مصر وخير أجناد هذه الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. الفريق فخري محمد العصار، واحد من رجالات مصر المدافعين عنها، وعضو المجلس العسكري إبان ثورة 25 من يناير، الواجهة الإعلامية للمجلس العسكري عقب ثورة يناير، وزير الإنتاج الحربي. ولد الفريق فخري محمد العصار في 3 يونيو عام 1946، تخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1967، شارك في حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين. كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وهو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. ارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتى أصبح رئيساً لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة. لمع اسم الفريق العصار خلال فترة 2011، وكان مسؤولاً في المجلس العسكري عن ملف العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية. كان له دور بارز خلال ثورة 30 من يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 من يوليو الذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري ونهاية حكم الإخوان الإرهابية. حصل خلال مسيرته الحافلة على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتل أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف مرتبة قائد من فرنسا. شهد قطاع الإنتاج الحربي منذ تولى مهمة وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالوزارة امتلكت منظومة متكاملة تعمل من خلال 5 محاور: صناعية وتدريبية وبحثية ونظم معلومات وإنشاءات، هو ما جعلها جزءا مهما في الصناعات الوطنية بما لديها من إمكانات وتكنولوجيا تصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة. منح في آخر أيامه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل على رتبة فريق فخري. الفريق فخري محمد العصار، مسيرة نصف قرن من حرب الاستنزاف إلى وشاح النيل، مسيرة حفرت في وجدان وذاكرة الوطن بشموع مضيئة. شكري لزملائي وكل العاملين في الإنتاج الحربي على الجهد المضاعف اللي بيعملوه حاليا عشان يضعفوا الإنتاج ويضعفوا الدخول ويحسنوا الهياكل المالية لشركات الإنتاج الحربي، واللي بتعود عليهم إن شاء الله بالخير وعلى البلد كلها بإذن الله. من مصر محمد عبد العال. منذ قليل نعى جهاز المخابرات العامة المصرية ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار، وجاء في نص النعي
أن جهاز المخابرات العامة المصرية ينعى الفريق محمد سعيد العصار ببالغ الحزن والأسى الذي وفاته ألمانية عصر اليوم بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن. رحم الله فقيد الوطن وألهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو نص عزاء جهاز المخابرات العامة المصرية لفقيد مصر اليوم الفريق محمد سعيد العصار. أكيد في وقفات إنسانية كثيرة جدا ووقفات مهنية كثيرة جدا نتوقف فيها، ولكن اسمحوا لي أبدأ بالترحيب بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وبعد الترحيب يا فندم والبقاء لله. البقاء لله يا فندم، وتعازينا الخالصة لأسرته الجليلة وسيادة الرئيس وقوات المسلحة بالكامل والوطن كله. رجل مقاتل من طراز كريم طبعا يا فندم. حقيقة يعني خسرته الوطن والقوات المسلحة بالكامل طبعا. أكيد بكل تأكيد يعني الجهد على مدى أكتر من 50 سنة أكيد سيادة الفريق هو شيء هنأتي عليه، ولكن إنسانيا أعتقد إن 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 إن, إن الفقيد الفريق العصار ناس كتير ما تعاملتش معاه بشكل مباشر، ولكن هذا اليوم اتضح هذه المحبة بعد أن رحل عن عالمنا. الحقيقة أن أنا كان ليا الحظ إن أنا تعاملت معاه كثيرا جدا أيام ما كنت في رئيس شعبة عمليات القوات البحرية، ثم رئيس أركان القوات البحرية، ثم قائد القوات البحرية، وبعد كده وأنا نائب رئيس هيئة قناة السويس، ثم قائد ثم رئيس هيئة قناة السويس، وكنت على اتصال دائم بيه. هو راجل حقيقة يعني محب وودود، ويقابلك بمنتهى السعادة ويشعرك إنه مروش حاجة غيرك، وإن أنت يعني فاضي ليك أنت بس، مع إنه أنا عارف هو عنده إيه وعنده مشاكل إيه وملفات إيه، ولكن حقيقة يعني كان بيدي كل واحد يمكن حقه وزيادة، وعشان كده كل الناس كانت بتحبه. ابتسامته الهادئة، تصرفه في مواقف صعبة بنفس الابتسامة وبنفس الحضور. وحقيقة يعني أنا عايز أقول كمان إن هو مفاوض شرس جدا جدا لمصلحة الوطن. وفي الحقيقة أنا سافرت معاه أكثر من مرة لفرنسا وإيطاليا عشان حاجات تسليح للقوات البحرية، وشفت إزاي الراجل دوت بيتكلم إزاي وبيفاوض إزاي، مختلف تماما. يعني لما يجي بقى مصلحة الوطن هنا بيبديها عن أي حاجة تانية. مفوض شرس حقيقة يعني من الرجال اللي انت تعطيهم اي ملف، يعني قيادة قوات مسلحة يعطي له اي ملف وتنسى يعني هو خلاص الراجل ده هيحل الملف ده مهما كانت صعوبته وبنفس القيمة والنشاط بالدقة، ويجيلك في اخر الموضوع خلص على كذا. كنت انا بصراحة برضو من كتر معزيتي ليه ورأيه السديد وتفكيره راجل دقيق ومنظم ومنضبط ومرتب جدا في افكاره، كنت دايما بستشيره في حاجات كتير جدا وفي مشاكل كتير كان بيحلها بمنتهى السلاسه، ويديني النصيحه بمنتهى اليسر والسلاسه، وفعلا كانت تطلع النصيحه. احنا طبعا بنعزي انفسنا طبعا اولا، وبنعزي اسرته ووطنه، هو مش هيغيب عننا طبعا بتضحياته اكيد شغله طبعا اللي عمله اللي اداه للوطن، سواء كان هو في هيئة التسليح أو في المجلس العسكري. سيادة الفريق على ذكر ما أدى الوطن، وحتى حضرتك ألمحت إلى فكرة التسليح، نتذكر كلنا بعد ثورة 25 يناير والموقف الأمريكي المبدئي منها ومسألة التسليح وعدم توريد الصفقات في موعدها، هنا ظهر الدور الكبير والدور الوطني الحقيقة للفريق العصار، يعني في تنويع مصادر السلاح، وأكيد القوات البحرية وقتها وسيادتك كنت أحد المسؤولين فيها أكيد لمستم هذا، مسألة تنويع السلاح، الاتجاه إلى مدارس أخرى، عدم الارتكان إلى طرف واحد أو جهة واحدة للسلاح، خصوصا في ظرف سياسي كان دقيق جدا وتحدي أمني كان خطير جدا. أنا زي ما قلت لحضرتك هو محب الوطن جدا والقوات المسلحة، وإحنا حضرنا معاه مفاوضات كتير في الحاجات دي، وكان بيقاتل فيها لمصلحة الوطن عشان يوفر حاجة معينة أو عشان يجيب حاجة كويسة. وعلى رأي وعلى فكرة برضو كانوا بالذات في أمريكا يعني كانوا رأيه بياخدوا بيه وكانوا بيسمعوا له وكانوا بينفذوا له حاجة كتير من اللي كان بيقولها، نظرا لأنه كان عنده رؤية وبصيرة وإلمام بالمعلومات، يعني راجل مثقف ومتعلم وزي ما بيقول لحضرتك محب الوطن لأقصى درجة. صحيح، رحمة الله عليه يا فندم، وعزائنا لحضراتكم وعزائنا لكل محبيه ولزملائه وأبنائه وتلامذته في القوات المسلحة. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة الفريق، وعزائنا طبعا لحضرتك ولأسرة الفقيد الراحل، شكرا جزيلا لحضرتك.
الحقيقة مجلس الوزراء أيضا النهاردة نعى الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء، نعى فقيد مصر وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق العصار، وطبعا النص بتاع النعي طبعا كله يشعر في كلماته بالحزن وبالأسى لفقدان هذه القامة الكبيرة. مجلس الوزراء أكد أن مصر فقدت واحد من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخلقية، حيث قدم الراحل الكريم كل ما بوسعه لخدمة وطنه في كل مجال عمل به وفي كل موقع شغله. عبر مجلس الوزراء عن خالص التعازي لأسرة الفريق العصار وللشعب المصري. بما أننا بنتكلم عن الجانب الشخصي، فاسمحوا لي أتوجه إلى واحد من أصدقائه، واحد من زملائه، زي ما بنقول كده زميل التختة أو زميل الدكة، من أول ما كانوا مع بعض في دمنهور الابتدائية وفي مدرسة دمنهور الثانوية، هو الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي الكبير ومدير مكتبة الإسكندرية. دكتور مصطفى، عزائي لحضرتك يا فندم. عزائي لكم وللشعب المصري كله، يعني عزائنا. أنا قريت المقال لحضرتك كتبته يوم 1/7، والمقال كان فيه معلومات مهمة جدا حتى في الجانب الإنساني، وحضرتك زملت الفريق العصار رحمة الله عليه في الابتدائي وفي الإعدادي، زملاء فصل واحد. فأرجوك قول لنا أكتر، مين هو الفريق العصار كجانب إنساني، كشق إنساني في شخصيته يا فندم؟ يعني أنا أعرفه على امتداد ال70 عاما الماضيين، لما كنا لسه عندنا 5 سنين وكده. الفريق العصار كان حتى طفل وديع وزميل هادئ وإنسان راقي خفيض الصوت، لا يسيء إلى أحد، يتعامل مع الجميع باحترام. ولذلك فأنا أشعر أنه رحيله كأنه طي الصفحة من صفحات العمر، ليس مجرد يعني وفاة زميل أو صديق، ولكنها أيضا إحساس آخر بأن فصلا من فصول الحياة قد انقضى، وأن مرحلة مختلفة نعيش فيها الآن. محمد العصار كان إنسانا راقيا هادئا عالما محترما وطنيا، قضيت معه مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي أنا وزملاء كثيرين، حتى التحق هو بالفنية العسكرية والتحقت أنا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلانا في القاهرة. والمعروف أن أهالي دمنهور كانوا يتجهون إلى الإسكندرية، أقرب المدن إليهم، ولكن بالنسبة لنا والعصار لأنها كانت كليات وحيدة لا توجد إلا في القاهرة، كليتين الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الفنية العسكرية. محمد العصار كان ضابطا منضبطا، كان إنسانا كتوما، كان رجلا شريفا نظيف اليد عفيف اللسان، أبلى بلاء حسنا في تاريخ القوات المسلحة، وتولى ملفات حساسة فيها مثل ملف التسليح مثلا، وحظي بثقة وزيري الدفاع اللذين عمل بالقرب منهما، وهما المشير طنطاوي والمشير السيسي. بعد أحداث 25 يناير كان له دور كبير، دور سياسي، في التوفيق بين الاتجاهات المختلفة ومواجهة الاعتصامات والتعامل مع فترة صعبة للغاية من تاريخنا المصري. ولهذا نذكره جميعا لكل هذه الأسباب باعتباره شخصية يعني غير قابلة للتكرار، رحمه الله، رحمة الله عليه. فكرة الدور اللي كان بيقوم به في الولايات المتحدة، إزاي كان بيقدر يتفاوض في هذا الجزء، وكانت مرحلة صعبة جدا، مرحلة سياسية، هو راجل عسكري ولكن الملكة السياسية دكتور مصطفى وحضرتك يعني قامة كبيرة في هذا المجال، إزاي شفتها فيه، وإزاي قدر أنه هو الحقيقة في وقت صعب جدا أنه هو يحافظ على قدرات القوات المسلحة من ناحية التسليح وتنويع التسليح بعد الموقف الأمريكي؟ محمد العصار كان من أكثر الناس فهما بالسياسة الأمريكية، ومن أكثر الناس معرفة بالعلاقات المصرية الأمريكية من الناحية العسكرية، وربما من الناحية السياسية أيضا، وكان دائم التواصل مع القيادات الأمريكية، ومش بس القيادات الأمريكية، وبعد كده القيادات الروسية والقيادات الصينية، كان يعرف القيادات العسكرية في دول مختلفة من العالم. وهو كان رجل يدرك طبيعة التحولات اللي بتجري دوليا وإقليميا وانعكاسها على أخذنا بدولة مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فكان يدرك التركيبة الداخلية في واشنطن
وأسلوب الحياة والتعامل مع الأمريكيين في هذا الشأن، فاحتفظ بعلاقات جيدة. وعلى فكرة كان محل احترام شديد من كل الأطراف، يعني أنا ما رأيته في تجمع أجنبي فيه سفراء ومسؤولين إلا وكان هو محط الأنظار ومحط الاحترام للجميع. كان في تقدير لي. هذا صحيح. طبعا طبعا. الفترة الأخيرة يعني هل كان في تواصل ما بين حضرتك دكتور مصطفى وما بين الفريق العصار، خصوصا طبعًا في فترة طبعًا الأسابيع الثلاثة الأخيرة؟ طبعا 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 طبعا. يعني كان بيقول إيه؟ كان إحساسه إيه؟ لا، هو كان يخفي جزء كبير جدا من آلامه ولا يتاجر بمرضه أبدا. هو يتحامل على نفسه ويمضي في عمله ويتحدث حياة عادية طبيعية. يعني أنا متذكر مكالماتنا الأخيرة كان عاديا، لم يظهر أبدا أي شعور بالألم أو يتحدث عن مرضه. يعني شخصيا فوجئت، شوف رغم قربي منه أنا وزملاء كثيرين، أنه كان يعاني بمرض في الكبد. يعني كنت متصور أنها ربما تكون حاجة شرايين بتاع، لكن هو كان لا يتحدث عن الأمور الشخصية، وكان إنسانا يحفظ السر ويكتم المعلومة ويحافظ على كل ما يجب أن يحافظ عليه. كان شريفا بكل المعايير، ولذلك عندما كرمه الرئيس برتبة فريق وشاح النيل شعرنا جميعا أنه يستحق ما أخذه، لأنه هذا يعني تكريم لرجل. الحقيقة كان مسألة الأسرار وأنه كان حافظة أسرار هذا الوطن في فترات كتير جدا كرئيس هيئة التسليح ومساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، ودوره في بعد 25 يناير و30/6، يعني برأي حضرتك إيه أبرز المواقف اللي فعلا كان بيتمتع فيها بالكتمان ولا يريد أن يبوح بها؟ لا، يعني مثلا في سنة حكم الإخوان كان متماسكا، وكان بعضهم من السوزك من الإخوان يراهنون عليه بحكم أنه كان إنسانا هادئا عاقلا متزنا متدينا. تمه يعني الرئيس السيسي، أنا بقول دايما أنه أكثر تدينا من مرشد عام الإخوان، أنا في رأيي، وأكثر قربا إلى الله منه. المسألة ليست بالدعاية ولكنها بالشعور المهذب وبالإيمان الصامت وبالفكر الرصين. محمد العصار كان همزة وصل بين كثير من القوى السياسية في الوطن وخارجه، ولذلك نحن نرى أنه فقدانه هو فقدان لجزء عزيز من تاريخ هذا الوطن، رحمه الله رحمة واسعة. رحمه الله، اللهم آمين. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى الفي على وجودك معنا، وخلص العزاء يا فندم لحضرتك ولجميع محبي وزملاء وتلامذة الفريق العصار رحمة الله عليه. شفتوا حضراتكم يعني دي شهادة من زي ما بيقولوا زميل فصل أو زميل تختة الدكتور مصطفى الفي، زي ما قال 70 سنة من القرب مع هذا الرجل. كما هو رجل لم يتغير أخلاقياته مبادئه سماته الشخصية في الهدوء وفي الطيبة وفي حب هذا الوطن وفي كتمان سر حتى أمور كثيرة، ممكن أمور شخصية لا يبوح عنها، أمور تخص الوطن لا يتحدث عنها كثيرا، كان مقلا في الظهور في الإعلام. يعني أنا في أكثر من مناسبة رأيت طبعا الفريق العصار رحمة الله عليه، ولكن لم يكن يتحدث بشكل كبير أو بشكل كثير، ولكن كان دائما ما يكون هادئ وديع في تعاملاته، بشوش في معاملة الآخرين يعني، أو في حتى الابتسامة للأشخاص اللي ممكن يكون في خجل أو حياء أنهم يتقربوا أو يسلموا عليه أو يصافحوه، ولكن كان ودود أو بشوش الحياة بشكل كبير جدا. مسألة قلادة النيل أو وشاح النيل عفوا، وهذا التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة، هو يعني تكريم يستحقه عن جدارة. أكثر من 50 سنة، من سنة 67 لما تخرج في الكلية الفنية العسكرية وحتى رحيله في 2020، وهذا الرجل بيخدم في كل المواقع. شفتوا حضراتكم من الفريق أسامة ربيع وهو يتحدث عن مسألة التسليح والتنويع في التسليح في قطاع القوات البحرية اللي كان بيشغله الفريق ربيع قبل أن يتولى رئاسة هيئة قناة السويس. كذلك الدكتور مصطفى الفقي يتحدث عن الكثير من المواقف برضو الخاصة بدوره في تنويع التسليح الخاص بالقوات المسلحة، دوره السياسي، دوره في الدفاع عن البلد أمام
بعض أو محاولات فرض الإرادة الخارجية على إرادة الشعب المصري في 25 يناير، دور الفريق العصار وقتها في هذا الأمر، الإنتاج الحربي والطفرة اللي حققها في الإنتاج الحربي في خلال الخمس سنين اللي فاتت من سبتمبر 2015 وحتى رحيله اليوم، دور كبير جدا قام بيه. لو نشوف الوزيره نبيله مكرم النهارده وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين في الخارج وهي بتنعى هذا الرجل وهذه القيمه الكبيره، دوره ان هو ازاي يتعاون مع وزاره الهجره في التعاون مع علمائنا المصريين في الخارج، يعني دور مهم جدا ان هو يستمع وينصت الى علمائنا في الخارج اللي كنا دايما بنقول ان هم طيور مهاجره ومش عارفين نستفيد منهم. أنا أعلم من زملائي القريبين من اللواء العصار رحمة الله عليه ومن السفيرة نبيلة مكرم إن اللواء العصار كان بيجتمع مع هؤلاء العلماء المصريين لما كانوا بيجوا عشان يحضروا مؤتمرات مصر تستطيع، كان بيجلس معهم بالساعات وبالصبر يستمع ليهم ولخبراتهم ولابتكاراتهم ويتم تبني هذه الابتكارات، جزء منها معلن جزء منها قد يكون غير معلن، ولكن كان حريص ان هو يستمع لهؤلاء الشباب او هؤلاء العلماء المصريين في الخارج. مجالات مشروعات كتير في مجالات الزراعه، في مجالات الري، في الاستشعار عن بعد، في مجالات كتير جدا 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 دخل فيها بقوه الفريق العصار ووزاره الدوله للانتاج الحربي بقياده الفريق العصار رحمه الله عليه عشان تساعد هؤلاء العلماء ويساعدوا الوطن بافكارهم وبانجازاتهم وبخبراتهم وينقلوا هذه الخبرات للوطن، مش بس عن طريق ملفات او عن طريق فلاشه او ديسك يتحط عليه هذه المعلومات، ولكن نقل هذه المعلومات لأرض الواقع للمعامل والمصانع عشان تخرج في شكل منتج يفيدوا بيه البلد. كان همزة وسط الحقيقة صعب جدا انها تتكرر، ومش سهل خالص ان احنا نشوف رجل بمثل هذا التفاني وهذا الحب للبلد بيقوم بهذا الدور المهم. عشان كده وشاح النيل، وشاح النيل هو ثالث اهم وسام في اوسمة جمهورية مصر العربية، يأتي بعد قلادة النيل العظمى، بيأتي بعد قلادة الجمهورية، يأتي في المركز الثالث وشاح النيل، يأتي بعد كده وسام الجمهورية من الطبقة الأولى زي ما حضراتكم شايفين الوشاح. الوشاح ده اللي هو عبارة عن جزئين، الجزئين دول بيتوسطهم رمز لنهر النيل، للخير والعطاء اللي بيقوم بيه نهر النيل. وشاح مهم جدا لم يحصل عليه الكثيرين، حتى وفقا للقانون رقم 12 لسنة 72 اللي بينظم منح، المادة السادسة تحديدا من هذا القانون اللي بينظم منح وشاح النيل للشخصيات اللي ليها تأثير، يمنح لأولياء العهود ولرؤساء الحكومات من المصريين وغيرهم ونواب رؤساء الحكومات ومن يقرر منحهم إياه من رؤساء المجالس التشريعية وحكام الأقاليم. هقول لحضراتكم بعض الأسماء تم منحها وشاح النيل من كبار رجال الدولة المصرية، رئيسان مجلسي الشعب السابقين الدكتور صوفي أبو طالب والدكتور رفعت المحجوب رئيس الوزراء الأسبق، دكتور عبد العزيز حجازي، البابا شنودة، وأيضا شيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق رئيس المحكمة العليا الدستورية العليا ومحكمة النقض الأسبق المستشار فتحي نجيب، الدكتور عصمت عبد المجيد، السيد عمرو موسى، الوزراء حسب الله الكفراوي، ماهر أباظة، سليمان متولي، محمد عبد الهادي راضي وهو والد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، والوزير جمال الدين إبراهيم. أسماء كثيرة الحقيقة، كان آخرهم السفير السعودي السابق في القاهرة السفير أحمد القطان، أسماء كبيرة جدا حصلت على وشاح النيل. عشان كده الناس اللي طلعت وسألت يعني ليه يمنح الفريق العصار وشاح النيل، عشان هم مش عارفين مين الفريق العصار، ايه اللي بذلوا طول 50 سنة في خدمة البلد، والبلد هنا مش بس المدرسة اللي بينتمي إليها أو واجبه اللي بينتمي إليه اللي كان بيأديه أو عمله في القوات المسلحة، وإنما في أكثر من موقع وفي أكثر من جانب. فده الحقيقة رمز وقيمة كبيرة جدا الحقيقة إحنا النهاردة بنفتقدها وبنودعها ببالغ الحزن وببالغ الأسى، ولكن لا نستطيع أن نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون في هذا المصاب الكبير وهذا المصاب الجلل. النهاردة الوزراء جميعا وهيئات الدولة جميعا بتنعى الفريق العصار رحمة الله عليه، القوات المسلحة اليوم نعت الفريق العصار،
في بيان للمتحدث العسكري بتنعى أحد أبنائها وهو الفريق العصار الذي خدم القوات المسلحة وخدم الوطن بالتفاني وبالعطاء على مدى سنوات طويلة أكثر من 50 سنة. وزارة الداخلية نعت الفريق العصار، الأزهر الشريف، الكنيسة، دار الإفتاء، وزارة الهجرة، الكنيسة الأرثوذكسية، الطائفة الإنجيلية، الجميع، مجلس النواب أصدر بيان الدكتور علي عبد العال نعى فيه الفريق العصار ببالغ الحزن وببالغ الأذى. أرينا مع حضراتكم نعي مجلس الوزراء ونعي المخابرات العامة، جهاز المخابرات العامة. اليوم أيضا كذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذ تامر مرسي بينعى الفقيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، داعية أن يغفر الله له ويسكنه فسيح جناته ويحسن الله عزاء أهله وعزاء ذوي. في النهاية لا نقول إلا إن هذا الوطن الحمد لله رب العالمين في رجال ممكن ما بيتكلموش كتير، ما بيقولوش كتير عن الأدوار اللي هم بيقوموا بيها، ولكن التاريخ يكتب والتاريخ سيشهد بكل تأكيد على ما قدموه لهذا الوطن، ومنهم بكل تأكيد الفقيد، فقيد الوطن، الفريق محمد سعيد العصار رحمة الله عليه. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، عندنا وقفات مهمة ليكم جدا في حلقتنا النهاردة، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. منذ قليل نعت وزارة شؤون المجالس النيابية، نعت ببالغ الحزن والأسف فريق فقيد الوطن الفريق محمد سعيد العصار. جاء في نص البيان الصادر عن وزارة شؤون المجالس النيابية، أعرب السيد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية باسمه وكل مستشاريه والعاملين بالوزارة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وأضاف أن الفقيد قدم لمصر الكثير إبان خدمته بالقوات المسلحة الباسلة ولدى توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي. بما أننا بنتكلم عن وزارة الدولة للإنتاج الحربي، فاسمحوا لي أرحب بشخص كان قريب بحكم العمل، وأعتقد أن الرابطة الإنسانية أيضا كانت حاضرة إلى جانب رابطة العمل، وهو الأستاذ محمد بكر المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي. أستاذ محمد، البقاء لله يا فندم. دوام الله وحده فندم، ربنا يرحم سيادة الوزير ويرحمنا جميعا إن شاء الله. اللهم أمين يا فندم. قبل ما أبدأ مع حضرتك عن تفاصيل كتير حابب أسمعها من حضرتك، ولكن قول لنا ما يتعلق بترتيبات جنازة الراحل العزيز الفريق العصار، هتبقى بكرة إمتى وهيبقى إزاي، وهالقاصر على الأسرة ولا هتكون أكبر من كده أو مفتوحة شوية؟ والله حتى الآن زي ما أنا كتبت من شوية إن شاء الله هيكون في صلاة جنازة بالمركز الطبي الساعة 8 الصبح. المركز الطبي العالمي 8 صباحا. 8 صباحا دي صلاة الجنازة. أيوة. طيب بعد صلاة الجنازة يا فندم مراسم الترتيبات، يعني احنا لسه الترتيبات ما زالت جرية، وان شاء الله خلال وقت قريب يكون في تصريح بدأ واحد. أيوة فندم. طيب خليني يعني اخرج، انا طبعا مقدر الحالة اللي حضرتك فيها يا استاذ محمد وعزائي لحضرتك، ولكن أرجوك برضو قربنا أكتر من الفريق العصار. خليني أنا حاولت أتكلم على الدور اللي كان بيقوم بيه، إن هو مرحب بكل أبناء مصر سواء في الداخل أو في الخارج، كل اللي عنده أي نية أو أي دور لخدمة الوطن إزاي كان بيفتح له بابه. أتذكر حضرتك قدمت واحد من مؤتمرات مصر تستطيع، وشفت قد إيه سيادة الوزير كان حريص على أنه يسمع من كل واحد من علماء مصر المشاركين وقتها موضوعاته ومشروعاته وأبحاثه، وإزاي يقدر يسخر المصانع الإنتاج الحربي لخدمة المشروع دوت أو خدمة مشروعه علشان يفيد في الآخر مصر. فالحقيقة هو على الجانب، يعني أنا بتكلم، خليني أتكلم بعيدا عن الرسميات خالص، سيادة الوزير أرجوك وقت ما ترشحت ان انا
اكون مستشارا اعلاميا ومتحدثا رسميا للوزاره. وانا ما كنتش متوقع يعني وقت ما كل الشباب اللي في سني عرفوا الدكتور محمد سعيد العصار ايام احداث يناير وظهوره يعني ورزنته وثباته، ويعني كان واحد من المؤثرين جدا في الفتره ديت. انا وقتها كنت في ثانيه جامعه، فكان بالنسبة لي ايدل مهم جدا في الأحداث المصرية، حد بيوضح نموذج يعني طبعا يعني قدوة. نموذج وقدوة مهمة جدا، تعلمت منه كتير بعيدا عن العمل معاه، فما بالك بالعمل معاه. أنا تعلمت على مدار سنتين وثمان شهور تقريبا، الراجل علمنا دروس بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، إزاي نكون متفانيين في العمل. في عبد الوزير لآخر وقت كان بيكون في الوزارة، يمكن هو آخر واحد بيمشي، في كل الأوقات هو موجود. ده قبل الثلاث أسابيع يا فندم بتوع المرض. هل 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 فعلا قبل الثلاث أسابيع كان حريص أنه هو يتكتم على مرضه وما يبوحش بيه لأي حد؟ جدا جدا، ويعمل حتى آخر لحظة. ويعمل ويعني بشكل دؤوب ويتابع لأبعد الحدود كل المجريات وكل اللي بيحصل. ويعني أتذكر آخر مكالمة ما بيني وما بينه، يعني طلبت إن أنا أبعت له حاجات يعني أعرضها عليه، قال لي ابعت، ما يعني ما فيش حاجة هتأجلها، ابعت كل حاجة أنت عايزها. وهو في المستشفى. آه. ده كان من كام يوم يا فندم؟ يعني أسبوعين مثلاً، ثلاثة كتير، من حوالي أسبوعين. وعلى الـ هو إنسان بي يعني وقت بداية شغلي مع سيادة الوزير كان عندي 27 سنة، اختيار يعني في اللقاء الأول توقعت إنه لا يعني هيقول إيه الطفل ده يعني، ولكن المفاجأة إنه هو رفع سماعة التليفون وخلاص أنت معانا. فلوهلة احنا بنشعر كنا بنشعر فيه بالبساطة، فاعتقد ان حضرتك جداً اكتر واحد او اقرب واحد في المحيط المهني يعني لمست ده فيه رحمة الله عليه. جدا يا فندم، في مجهودات وشغل كتير جدا سيادة الوزير حصل في الفترة دي خلال وجوده وزيرا وزير الدولة للإنتاج الحربي. اوقات كتير كنت بعرض عليه اسمح لي احنا محتاجين نعمل هنا لقاء تلفزيوني علشان نوضح للناس ايه اللي بيحصل على مصانع الانتاج الحربي. كان رده دايما ان مسيرهم في يوم، يعني مسير الناس في يوم هتعرف، فسيب الحدث او سيب المضمون هو اللي يتحدث. صحيح، شفنا المدارس التكنولوجية وشفنا المعاهد التكنولوجية اللي الفريق العصار عملها وكان دافع ليها، شفنا اولاد زي الورد بيتعلموا حاجة عظيمة. قبل ما أدخل حضرتك قلت قامة عسكرية مهمة، أنا أحيانا أوصفه بقامة عسكرية وطنية صناعية مهمة اسمها طبعا. حفر في التاريخ طبعا. وحفر بحروف من لؤلؤ الحقيقة. صحيح، رحمة الله عليه. والوطن هذا الوطن أبدا لا ينسى أبنائه المخلصين المحبين، عزائنا لأسرة الفقيد الغالي الراحل، وعزائنا لحضرتك شكرا جزيلا وربنا يصبركم. الأستاذ محمد بكر المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، شكرا جزيلا لحضرتك ورحمة الله عليه الفريق العصار. وزي ما سمعنا من الأستاذ محمد، بكرة إن شاء الله هتبقى صلاة الجنازة على فقيد مصر الغالي الفريق محمد العصار الساعة 8 الصبح في المركز الطبي العالمي على طريق مصر الإسماعيلية. وبعد ذلك في ترتيبات حتى الآن لم تحسم فيما يتعلق بمراسم التشييع وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير. نفتح مع حضراتكم ملفات تانية الحقيقة كنا طبعا محضرنا ومحتاجين نتكلم فيها، وواحد من هذه الملفات هو ملف سد النهضة والدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية الرسمية اللي الدولة المصرية ككل بتقوم بيها في هذه الفترة. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية نظيره الريتري الرئيس سياسي أفريقي، تم استقبال وتمت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف
استقبالا وترحيبا بضيف مصر الكبير، وتم عزف السلامين الوطنيين. بعد كده حصلت جلسة المباحثات اللي جمعت ما بين الرئيس السيسي والرئيس السياسي أفورقي. العلاقات المصرية الإريترية هي علاقات وطيدة وعلاقات طويلة على مدى عقود كبيرة جدا، وده الحقيقة اللي كان واضح جدا وكان جلي بشكل كبير جدا في المباحثات اللي جرت وفي كلمات الرئيسين السيسي وأفورقي. تم التشديد على متانة هذه العلاقات وعلى القضايا المشتركة اللي بتجمع ما بين القيادتين في مصر وفي إريتريا، قضية حفظ الأمن والسلم في القرن الإفريقي، حفظ السلم والأمن في القارة الإفريقية، وكذلك في ملف سد النهضة ومتابعة دقيقة وحثيثة لهذا الملف. الرئيس أفورقي أشاد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية. على ذكر سد النهضة، النهاردة كان الاجتماع الرابع اللي بيعقد ما بين الدول الثلاثة وبحضور الاتحاد الأفريقي طبعا كوسيط. جلسة طويلة، جلسة ممتدة، تم التطرق للكثير من الملفات. على ما يبدو كل طرف استعرض وجهات نظره، البدائل اللي هو طرحها، ولكن احنا في الإعلام ما سمعناش أو ما وصلناش أي أخبار تدل على أي تحريك في المواقف. خلونا نعرف أكتر من الدكتور محمد السبع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، نتيجة اجتماعات النهاردة كانت إيه واستمرت لمدة قد إيه؟ دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك. تحياتي لسيادتك يا فندم. هل برضو اجتماع النهاردة استمر 7 ساعات زي الاجتماعات اللي فاتت؟ لا، النهارده زي ما حضرتك ذكرت كده بالفعل كان الاجتماع الرابع. لا، هو كان 4 ساعات او 4 ساعات ونص، انتهينا على الساعه 6 تقريبا الاجتماع النهارده، وعلى اساسه طبعا كان الاجتماع النهارده ان هو كان استكمالا بقى لجلسات المفاوضات المباشره، في ظل ان الامس كان اجتماع على المستوى الثنائي اللي هو طبعا بين الدول والمراقبين، وطبعا كل دوله بالامس كانت وضحت وجهه نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني، وده تم خلال الامس كل في ساعتين بشكل منفرد مع المراقبين. ثم تلا النهارده بقى اجتماع طبعا على كافه المستويات سواء ثلاث دول والمراقبين، وعلى اساسها طبعا للاسف ما زالت هناك بعض النقاط الخلافيه الجوهريه في المسارين الفني والقانوني حتى هذه اللحظه. وتم الاتفاق او التوافق بين يعني على رغم من الاربع الاجتماعات يا دكتور محمد والساعات الطويله اللي بنتكلم اكتر من 24 ساعه او ما يقرب حتى من 30 ساعه من الاجتماعات، لم يحدث اي تقدم؟ يعني احنا عارفين ان كان في تقديم بدائل وصياغات وتفاهمات، ما فيش اي بديل او تفاهم ابدته اثيوبيا؟ انا عاوز اوضح للعامه بس هذه يعني التفاهمات او الصياغات او غيره لم تكن فقط في هذه الجوله، ولكن كل الجولات السابقه خلال ال9 سنوات كانت جلسات ممتده، وده يعني اوضح لحضراتكم المجهود الضخم اللي بذل من جانب الفريق التفاوضي سواء القانوني او الفني خلال الفتره اللي فاتت، وقد ايه كان هناك نقدر نقول يعني لفظ التعنت اصبح مقرر جدا وكمان تشدد، ولكن كان هناك شيء غير مفهوم ان احنا كل ما نوصل كمان لنقاط تلاقي. على سبيل المثال جوله يمكن من اطول الجولات اللي الاتحادات بتتكلم، كان احيانا اليوم الواحد بنقعد فيه فوق او الفريق التفاوضي بيجلس فيه فوق ال 12 ساعه متصله في تبديل تقارير وجهات نظر. هي كانت الجوله الخاصه بواشنطن على مدار 3 اشهر، وانتهت المفروض كان بمذكره او اتفاقيه كامله بيوم 21 فبراير اللي وقعت عليها مصر بتاعها كبيرة. عايز اقول لحضرتك بكل اسف بعد كل المجهود اللي بيبذل ده بتلاقي الطرف الاخر جه وبيرتد على كل ما تم التوافق عليه وهو نفسه يكون وافق عليه. احنا النهارده توافقنا على ان بكره كمان نغير اسلوب مختلف، ان نقعد يعني بشكل متوازي، اجتماع للفريق الفني واجتماع للفرق القانونيه بشكل متوازي ومع المراقبين في وجودهم طبعا، ثم بعد كده نرجع تاني باجتماعات ثنائيه ما بين كل دوله و طيب. والله يا دكتور محمد يعني احنا بنحسدكم واحنا متعاطفين معاكم على طولة البال،
ولكن تستشعر ان في تضييع للوقت، خصوصا ان في كلام كتير بيتقال ان بدأوا يملوا، يعني مع بدايات المطر خلال الايام اللي فاتت وكان في كميه امطار شديده سقطت على الحبشه، يقال ان هم بيملوا. فهل في اي تاكيدات او نفي من قبل وزاره الري؟ طيب عايزين بس الاول نتكلم من نقطه طوله البال، لازم يا استاذ عمرو حضرتك وكل المشاهدين يعرفوا ان من يسعى لتحقيق توافق ويكون بالفعل لديه رغبه حقيقيه للصالح العام وصالح تفاوض سلمي لازم يكون باله طويل ويتمسك بكل بادره ممكن توصلنا للاتفاق. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي حضرتك بتتكلم فيها المتعلقه ب هناك بعض المعلومات الخاصه باضاعه الوقت، او عفوا الجزئيه هي خاصه باضاعه الوقت او المماطله، لا هذه احنا مرتبطين بجدول زمني طبقا لنتائج او مخرجات اجتماع 26 يونيو لقيادات الدول اللي هو اسبوعين ينتهوا يوم الجمعه او السبت القادم، وعلى اساسه نقدر نقول بختام جوله المفاوضات ونتمنى نكون وصلنا لحاجه وان لم نستطع ان نصل الى نقاط يعني توافق وما زالت النقاط الخلافيه الجوهريه قائمه. في هذه الحاله يتم رفع الامر لقيادات الدول طبعا برعايه دوله رئيس دوله جنوب افريقيا بصفته رئيس الحالي الاتحاد الافريقي. النقطه الثالثه اللي حضرتك بتتكلم فيها ان ماذا عن الملء السد او غيره، عايز اتكلم ان مع احترامي كل ما يثار في هذه النقطه هناك تعهد بيان رسمي او مخرج اجتماع يوم 26 يونيو انه لا يتم اتخاذ اي اجراء منفرد، وده تعهد طبعا على لسان او مخرج اجتماع القيادات ورؤساء الدول برعايه السيد رئيس دوله جنوب افريقيا، وبالتالي نحن ملتزمين بما تم الاتفاق عليه. ودعنا نتفق يا فندم من بعد نهايه الاجتماع يعني نشوف وصلنا لايه ولكل حدث حديث. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور محمد سباع المتحدث باسم وزاره المائيه وزاره الموارد المائيه والري. والسؤال الاخير اللي انا سالته ده كان بسبب انتشار مجموعه من الصور الخاصه بصور جويه خاصه بسد النهضه وتخزين مجموعه او وجود كميات، الزملاء يا ريت يعرضوها لنا، تجمع كميات من المياه في البحيره خلف السد. البعض زي ما حضراتكم كده شايفين البعض بيتطوع ويقول ده بدأوا يخزنوا، بدأت أثيوبيا تخزن. البعض الآخر بيقول لا، دخل على الخط قامة علمية كبيرة جدا هو الأستاذ الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية الدولي وأدلى بدلو في هذا المجال عشان يفسر لنا الصورة اللي احنا شايفينها أو اللي احنا شفناها دي. هل أثيوبيا بدأت تخزن خلف السد ولا ده بسبب الأمطار الشديدة اللي هطلت الأيام الماضية على الهضبة الإثيوبية أو الهضبة الحبشية؟ دكتور عباس مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ عمرو، أهلا بك، أهلا وسهلا. الحاصل دلوقتي تفسير حضرتك يا فندم للصورة بالنسبة لأعمال السد في موسم الأمطار اللي بيبدأ بشدة في يوليو، هو بداية الأمطار في مايو تزداد في يونيو لكن بتبقى أقوى في شهر 7 و8 و9. في أعمال السد منذ سنوات بيسايبين في منتصف السد فتحة كبيرة عرضها 130 متر. هذه الفتحة بتفيد في وقت الفيضان إنها تسمح للفيضان يمر، لأن السد فيه أربع فتحات صغيرين دي بيمرر المياه العادية لكن لا يمكن إن هو يمرر مياه الفيضان، فسايبين في المنتصف فتحة كبيرة اللي هي 130 متر لإمرار هذه المياه. مع العام الماضي رفعوا هذه الفتحة إلى حوالي 50 متر، السنة دي زودوه شوية. فلما بيحصل الفيضان بيجي عند هذه الفتحة، ولما يصل لقمتها يبدأ المياه تعبر هذه الفتحة وتمر إلى النهر وتكمل طريقها. اللي بيحصل إن في مياه بتتجمع لأن الأربع فتحات الصغيرين ما يقدروش يسمحوا للفيضان كله إنه يمر، والمياه دي عشان تمر من الفتحة الوسطى لازم الأول تعلى لمنسوب الفتحة، وبالتالي بيحصل تجمع مائي مزبوط. أمام السد. هذا التجمع إحنا شفناه طول الثلاث سنوات الماضية وموجود السنة دي. لو إثيوبيا عايزة تخزن يبقى الأربع فتحات يتقفلوا الأول، فإحنا بنشوف طالما في مياه بتمر من السد والنهر فيه مياه بعد السد ده معناه إن مفيش ملء.
والتجمع الحالي ده تجمع بسيط وحصلت الرؤية وحصل التأكد ده يا دكتور عباس؟ واحنا متأكدين منه تمام، ده بيحصل بقاله 3 4 سنوات وهيزيد السنة دي أكثر، لأن السنة دي رفعوا الجزء الأوسط 20 متر كمان. في الحالة دي قادر إن هو يخزن بقى أمامه 5 مليار متر مكعب، ده في مستوى توربينين منخفضين يقدروا يشتغلوا السنة دي. فإذا التجمع المائي الحالي البوابات الأربعة مفتوحين، لكن مع زيادة الأمطار المياه كلها مش قادرة تعبر منهم، هتتجمع أمام السد إلى أن تصل لمستوى الفتحة الوسطى ثم تعبرها حاجة زي شلال. وبالتالي إحنا متوقعين أن البحيرة دي هتزيد الأسابيع القادمة، ولكن ليس معناها تخزين. التخزين إمتى؟ لما البوابات الأربعة يتقفلوا ويبقى النهر ما بيعدلوش مياه. أيوة. وبالتالي يبقى هنا في الحالة دي التخزين يبقى واضح. طيب تقديراتكم يا دكتور عباس لموسم الفيضان اللي هو بدأ زي ما حضرتك قلت موسم هطول الأمطار من شهر مايو، بدأ من شهرين، بدأنا موسم الفيضان بقالنا أسبوع وهيستمر لسه لغاية شهر سبتمبر، تقديراتكم لكمية المياه الساقطة الآن على الهضبة، هل ممكن بالتالي أنها في حال بدء التخزين بعد الاتفاق أنها لا تمثل أي خطورة على مواردنا المائية بالنسبة لمصر أو السودان من حيث كمية الأمطار أو كمية الفيضان؟ تمام. بالنسبة لمياه الأمطار، مايو مياه الأمطار كانت أعلى من معدلها، فعشان كده حصل حتى التجمع ده حصل في نهاية مايو، وبعد كده في شهر يونيو الأمطار رجعت تاني إلى معدلها الطبيعي، فأصبح الأربع فتحات قادرين إن هم يمرروا كل المياه، فالمياه كلها تصفت مرة تانية. صحيح. بعد ما كان في تجمع، وفي البعض قال ده في تخزين، هو كان برضو تجمع مائي. الأمطار بتبدأ زي ما قلت من مايو أمطار خفيفة وتزداد مع الوقت إلى شهر 7 و8 و9. ممكن إثيوبيا تستطيع أنها تخزن 5 مليار في أي وقت من الآن إلى شهر أكتوبر، لأن كمان شهر أكتوبر بيبقى فيه بعض الأمطار، والتخزين 5 مليار ليس كمية كبيرة، لأن سد النيل الأزرق يأتي ب50 مليار متر مكعب، وبالتالي لما ناخد منه 5 هنا هيعدي 45. فإذا الكمية ممكن إثيوبيا كانت قادرة أنها تحجز جزء منها الشهر الماضي، لكن ما عملتش لأن هي عارفة خطورة بدء الملء، لأن بدء الملء ده ممكن ينسف المفاوضات. وده اللي كان بيقوله الدكتور محمد السباعي فعلا. طبعا بالظبط. فاثيوبيا عارفه كده كويس، علشان كده التصريحات الاثيوبيه حاليا كان الاول بيقولوا ان الملء في موعده في اول ماي في اول يوليو. طب اول يوليو جه وما فيش ملء، فرجعوا قالوا خلال اسبوعين، ورجع اخر تصريحات قالوا الملء سوف يتم خلال موسم الامطار. اذا ممكن يكون الشهر الجاي، ممكن يكون الشهر اللي بعده، ممكن لغايه شهر 10 بالظبط. عندهم الفرصة لغاية أكتوبر، لو أكتوبر ما ملاقوش 5 مليار يبقى كده هينتظروا للعام القادم للسنة الجاية. طيب عموما خير، أشكرك شكرا جزيلا للأستاذ دكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية. اتفضل يا فندم، أنا آسف للمقاطعة، اتفضل. الخمسة مليار في حالة ملء الخمسة مليار بالتوافق، إحنا كنا موافقين على 18 مليار في مفاوضات واشنطن، كان هيخزنوا عند منسوب 595، ده معناه 18 مليار، لكن السد طلع انه مش جاهز فهيخزنوا عند 5 مليار، فبالتوافق احنا كنا موافقين على اكتر من كده. فاذا ال 5 مليار ما فيش مشكله في مصر اذا كان هناك توافق، لكن مع عدم التوافق مليار واحد مرفوض. صحيح. أنا أشكر سيادتك شكرا جزيلا للأستاذ دكتور عباس شراقي، شكرا لحضرتك وشكرا للتوضيح، لأن الصورة اللي كانت انتشرت على الفيسبوك بدأت الناس تتنقلها بشكل واسع جدا، وبدأ اللي مش فاهم يتكلم واللي فاهم للأسف ما اتكلمش، فالناس بتقول ده بدأوا يملوا، ولكن توضيح حضرتك كان مهم، فإحنا بنشكر سيادتك جزيل الشكر. وبرضو التوضيح الخاص بالمتحدث باسم الموارد المائية والري بأن أثيوبيا متعهدة أن هي ما تملاش، وده طبيعي نتيجة سقوط الأمطار بكثافة على أثيوبيا خلال الأيام القليلة الماضية. أستاذنكم نخرج لفاصل، وبعد الفاصل عندنا وقفات مهمة جدا من بينها
التجارة الإلكترونية. النهاردة بدأنا نشوف في ظل أزمة كورونا خلال الشهور اللي فاتت بدأنا نلاقي شركات، نلاقي مصانع، نلاقي محلات، مصنعين من بينهم حتى شباب بدأوا يروجوا لمنتجاتهم عن طريق الإنترنت، بدأ لهم مواقع على الفيسبوك وخلافه بتروج لهذه المنتجات. منها الشيء الإيجابي، ولكن كان في بعض الأمور السلبية اللي الناس المشترين تعرضوا لها. خلينا إن شاء الله بعد الفاصل نفتح هذا الملف ونقدم لحضراتكم بعض النصائح في التعامل مع التسوق الإلكتروني. خليكم معنا. طفرة جذرية في المعنى الأساسي للتجارة أحدثها التطور التكنولوجي والإنترنت في حياتنا، أدت إلى انتشار التجارة الإلكترونية التي تنمو يوما بعد يوم. وسط تطور مذهل لتلبية كافة احتياجات المشترين، لأصبح هذا القطاع يدر الملايين من الجنيهات ويفتح آفاق جديدة للأسواق المحلية والعالمية. ينجذب الكثير من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت بسبب المزايا التي يقدمها، ويتوقع الخبراء أن الإيرادات الإجمالية للتسوق عبر الإنترنت تزداد بشكل كبير للغاية خلال السنوات القليلة القادمة، كما يتوقع أن تنمو بقوة خاصة هذا العام بسبب فيروس كورونا. تفشي الفيروس بوتيرة سريعة وعلى نطاق عالمي، وانعكست تأثيراته على الحياة اليومية العادية وعلى الكثير من الأعمال. في حين تكافح العديد من الأعمال لتقليص الأضرار الاقتصادية، هناك فرصة للآخرين للازدهار. أحد تلك الأعمال التي ازدهرت في تلك الأزمة هي التجارة الإلكترونية، حيث تزايد أقبال الناس على التسوق عبر الإنترنت لتوفير جميع أنواع السلع الضرورية التي تأتي إلى منازلهم دون الاضطرار إلى الخروج متجنبين المتاجر الفعلية. وبهذا أصبحت التجارة الإلكترونية الطريقة المثالية للتسوق، لا سيما في الوقت المضطرب. مع تحول الكثير من الشركات إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الأوقات المضطربة، يأمل الكثيرون في أن وجود التجارة الإلكترونية قد يحد من التأثر الضار لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. من مصر، ياسمين جبريل. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، في ناس اشتغلت، في ناس أنتجت وعرضت على مواقع خاصة بيها أو على مواقع كبيرة جدا تقدر يقدر المنتج ان هو يحط المنتج بتاعه بالتنسيق مع هذا الموقع. الموقع بيعرضه، بدخل انا كزبون بتفرج على الموقع، بنقي الحاجه اللي انا عايزها وابتدي اشتريها. يجي دور هذا الموقع ان هو او المتجر الالكتروني ان هو ينقلها لي او يوصلها لي بعد كده عن طريق ان هو بياخدها اما من الراجل المنتج ده او المستورد ليها، مستورد السلعه او بائع السلعه، ويقوم بتوصيلها للمستهلك. هنا في الحقيقة اكتر من حاجة، في حاجات بتمشي بشكل كويس ولكن بعض الناس تعرضت لمشاكل في الفترة الأخيرة. برحب بواحد من المسؤولين او الرؤساء التنفيذيين لواحد من اكبر هذه المتاجر الإلكترونية، وهو الأستاذ هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لأحد مواقع التجارة الإلكترونية ورئيس لجنة التجارة الإلكترونية في شعبة الاقتصاد الرقمي. أستاذ هشام، مساء الخير واهلا بحضرتك. وشايف ازاي أزمة كورونا إنها جت بفايدة على قطاع التجارة الإلكترونية؟ أهلا، مساء الخير بيكم جميعا. طبعا يعني نقدر نقول إن التجارة الإلكترونية بشكل عام كانت موجودة بقالها سنين في السوق المصري، وكانت تعتبر من أكثر القطاعات اللي هي بتنمو بنمو كبير. طبعا الفترة اللي فاتت دي الاختلاف الرئيسي أو الجذري اللي حصل مع بداية أزمة كورونا إن كان في نقدر نقول معرفة بشكل عام بوجود المنصات دي، لكن الاستخدام اليومي للمنصات دي ما كانش متواجد. كان أكتر المستهلكين كانوا بيستخدموها بشكل عام لعروض معينة أو خلال حملات تسويقية معينة. الحاجة الرئيسية اللي اختلفت من ناحية العميل بشكل رئيسي في خلال الفترة اللي فاتت إن هو ابتدى يستخدمها كنمط شرائي يومي، يشتري بيه السلع والخدمات الأساسية بتاعته. فدي ده اختلاف الرئيسي اللي حصل مع بداية الأزمة من ناحية المستهلك. تقديراتكم ناحية لمعدل الشراء زاد قد إيه خلال الثلاث شهور اللي فاتوا، يعني من أو الست شهور خلينا نقول، يعني من يناير وحتى نهاية يونيو؟ طبعا لسه ما فيش إحصائيات معينة لسه طلعت. خلي بالك حاجة برضو، التجارة الإلكترونية بتعتبر لسه قطاع جديد، لسه مازال للأسف في جزء كبير منه غير منظم، قطاع غير منظم
زي صفحات الفيسبوك وصفحات اللي بنلاقيه على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل عام، دي للأسف طبعا بتتحط كلها في سلة واحدة وبتؤدي إلى تشكيل شكل أو وجهة نظر معينة أو منظور معين من المستهلكين على آرائهم على الخدمات التجارة الإلكترونية. لكن ما فيش لسه ما زال يعني نقدر نقول تنسيق واضح ما بين أو تفريق واضح ما بين بس المنصات. خلينا برضو نكون منصفين يا أستاذ هشام، بعض الشباب اللي مثلا بدأوا يصنعوا بعض الحاجات الحرفية، اللي بيعمل كليم، اللي بيعمل طابلو، اللي بيعمل وحدة إضاءة، اللي بيعمل كنبة، بدأ يعرضها على صفحته على الفيسبوك، بدأت الناس تقبل عليه وملابس حتى ويشتروا، بدأت الأمور تحقق رواج إلى حد ما كانش فيه منها مشاكل، لكن كان فيه مشاكل وبعض التأخير من بعض المنصات الكبرى، وأنا مش حابب أذكر أسماء إطلاقا يعني. تعليق سيادتك عليها. هي خلينا نرجع بس خطوة لورا، هي المنظومة عاملة إزاي؟ يعني منظومة التجارة الإلكترونية بيبقى داخل فيها كذا عنصر رئيسي. يعني العنصر طبعا الأولاني اللي حضرتك اتكلمت فيه في بداية مقدمة البرنامج، اللي هي الخاصة بالعارضين، اللي هم في شركات بتعرض على منصات التجارة الإلكترونية دي المنتجات بتاعتها، هي اللي بتحدد السعر، هي اللي بتحدد مواصفات المنتج ده، وهي اللي بتقدم بعمليات، بتقوم بعمليات التغليف وتحضير المنتج ده او الطلب ده. وفي عنصر اخر هي شركات الشحن، وشركات الشحن دي طبعا الحمد لله الواحد يفتخر ان في شركات مصريه كتيره صغيره ومتوسطه ابتدت تخش المجال ده وابتدت تكبر مع نمو القطاع ده، بس ده عنصر اخر. العنصر الثالث والاهم اللي هي طرق الدفع، كمان ان احنا برضو بنظلم شويه المنطقة بتاعتنا هنا، سواء في مصر أو حتى في المنطقة الندول شمال أفريقيا أو المنطقة العربية، إن نسب الدفع الإلكتروني تعتبر قليلة جدا، ودايما بتقاس جودة التجارة الإلكترونية في البلاد مع حد مع نسبة توغل أو استخدام الدفع الإلكتروني، طرق الدفع الإلكتروني، لأن طبعا ده بسبب إن ممكن يكون لسه ما فيش ثقة. طبعا ليها اسباب كتير، بس هي يعني تعتبر سبب رئيسي. احنا عندنا هنا بنتعامل مع المنصات اللي موجوده في امريكا او اوروبا، وهي منصات كبيره طبعا مش حابب اذكر اسمها، بندفع اونلاين، ولكن في مصر شويه بيبقى في حظر. انا عشان اكون صادق مع حضرتك، لا هي انا اقول لك، هي المشكله الرئيسيه هي نسبه عدد الافراد او المستهلكين اللي عندهم اصلا، يعني مش عاوز اقول بقى بطاقات ائتمان، عندهم حسابات بنكيه اصلا. النسبة دي ما زالت في مصر نسبتها قليلة جدا، ونسبة اللي عندهم بطاقات ائتمان أصغر من كده، واللي عندهم بطاقات ائتمان بيستخدموها أصغر وأصغر. فطبعا التحدي الرئيسي في الدفع الإلكتروني هي إزاي نقدر نكبر شريحة المستهلكين اللي عندهم أصلا بطاقات ائتمان وحسابات بنكية. دي خطوة أولى، الشمول المالي معاها طبعًا. بنقدر طبعًا. بالضبط، اللي هي جزء من الشمول المالي، واللي هي الحكومة بتقوم بدور كبير دلوقتي بتلعبه في ان هي بتحفز المستهلكين ان هي تبتدي تستخدم طرق الدفع الالكتروني. طيب تعليق اخير على الثقة بقى، المواقف اللي الناس بتتعرض ليها زي مسألة الطوبة، وانا مش حابب اخوض فيها كتير يعني، ولكن الطوبة اللي راحت لواحد على انها تليفون ويظهر الامر اتلم الحمد لله يعني، واحنا بندعم كل الناس اللي شغاله في السوق عشان ده فاتح مجال وفاتح شغل الناس كتير، ولكن الثقه حضرتك شايف الثقه هتنمو ازاي؟ ايه الدور اللي انتم بتقوموا بيه كمتجر الكتروني؟ تشجع الناس ازاي انها تتعامل معاكم؟ اولا كذا حاجه، اولا في اي معامله تجاريه سواء الكترونيه او غير الكترونيه بتحصل مشاكل يوميه. لو حضرتك ادرت شريط فيديو بيسجل كل الأحداث اللي بتدور في المتاجر التقليدية العادية هتلاقي فيه يومياً فيه مشاكل، تمام؟ مشاكل طبعاً الدور التجارة الإلكترونية هي بتعتبر بالعكس، هي بتدي دور أمان أكتر للعميل، لأن هو جزء رئيسي مبني عليه التجارة الإلكترونية هي الريتينجز أو التقييمات اللي بتتم على المواقع دي. يعني بمعنى صح إن كل حاجة مكشوفة، هي 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 احنا عارضين دلوقتي اللقطه عشان الناس اللي ما كانتش متابعه. انا اسف قطعت كلامك يا استاذ هشام، ولكن ده طوبه واحد كان طالب تليفون محمول اتبعت له في الكرتونه وجوه الظرف المقفول المتبرشم من المتجر الالكتروني، بدل ما يحطه فيه التليفون الراجل بيفتح بعد المندوب ما مشي، لقى بدل التليفون ايه؟ لقى طوبه. ف
فبالتالي كان لازم ياخد الطوبه وبعد كده يبتدي يشتكي ويرجع الطوبه عشان ياخد فلوسه. يعني قصه هزليه. انا 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 ولكن ما نقدرش نعمم يعني. طبعا، لان هي انا بقول لحضرتك دي احداث يوميه بتحصل حتى في التجاره التقليديه، بالعكس هي التجاره الالكترونيه بتدي نوع من انواع نقدر نقول الثقه اكتر، لان كل حاجه بالارقام، عندك تقييمات بتقيم المتجر اللي جوه طبعاً. المنصه نفسها بتشوف التقييم بتاعه، بتشوف تقييم المنتج. انا اشكر حضرتك لكن على طبعاً ده اي امور طبعا انا اشكر حضرتك على ده. فكره التقييم يعني انا كمشتري لازم ادخل واقيم البياع ده، الريفيوز او التعليقات اللي بتتكتب عليه. فانا بشكرك على النصيحه دي حقيقه. شكرا جزيلا للاستاذ هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لاحد مواقع التجاره الالكترونيه ورئيس لجنه التجاره الالكترونيه في شعبه الاقتصاد الرقمي. تعالوا نشوف بقى حمايه المستهلك، يا ترى القطاع ده هل ليه صاحب؟ هل حمايه المستهلك حط عينيها عليه ولا لا عشان تحميني وتحمي حضرتك من النصب او الغش حتى الالكتروني زي موضوع الطوبه اللي احنا شفناه؟ برحب بيها الدكتور احمد سمير فرج القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك. دكتور احمد مساء الخير، واكيد ليكم دور انكم تحموا المستهلك المصري من اي وسيله قد تقوم بعمل نصب او يعني شكل من اشكال التحايل على المشتري المصري. مساء النور يا فندم، واهلا بحضرتك واستاذ المشاهدين. وفي البدايه طبعا بحب يعني بالاصاله عن نفسي وبالانابه عن كافه العاملين في جهاز حمايه المستهلك ان احنا ننعي بمزيد من الاسى والحزن في وفاه او فراق الفريق محمد العصار وزير الانتاج الحربي، وندعو الله لو ان شاء الله نتغمده بسعة رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الله اهله وزويه الصبر والسلوان. بقول لحضرتك طبعا اكيد جهاز حمايه المستهلك دايما واخد باله من القصه دي، وزي ما بنقول قانون حمايه المستهلك 181 سنه 2018 من اقوى قوانين العالم، وتبين بعض دول العالم فيما يخص التجاره الالكترونيه بالذات. وده بشهاده الاتحاد الاوروبي. خليني اقول لحضرتك احصائيه سريعه ان دراسه قامت بها فيزا العالميه في الدفع الالكتروني حول تاثير فيروس كورونا على المعاملات الماليه الرقميه في مصر، بتقول ان 80% من المستهلكين في مصر تسوقوا عبر الانترنت، و20% منهم بيفضل الدفع من خلال البطاقات الالكترونيه. نرجع تاني مرجوعنا لقانون حمايه المستهلك، بيقول هو عمل شابتر كامل او فصل مخصوص للتجاره الالكترونيه اللي يقدر يحمي بيها المستهلك. التجاره الفصل ده بيدي حقوق ايه للمستهلك؟ بيديله ان هو يقدر خلال 14 يوم يقدر يسترجع السلعه بدون ابداء اسباب. احنا عارفين الفصل ده سمى التجاره عن بعد، والتجاره عن بعد دي هي اشمل من التجاره الالكترونيه، تشمل التجاره الالكترونيه، التجاره عبر التليفون، التجاره عبر الايميل، كل الوسائل المتاحه اللي ما حصلش فيها معاينه نافيه للجهاله للمنتج عن طريق المستهلك. فده بيديله 14 يوم اول ما يجي له المنتج او يبتدي او من تاريخ استخدامه، ويشوف هو ده المنتج اللي كان في مخيلته. زي ما بتقول حضرتك كده في الحادثه اللي حصلت انها لقى طوبه جوه العلبه، ده القانون هنا بيحميه بيديله. بس هو كان الراجل وقتها لازم يستلم، يعني قالوا له لازم تستلم وبعد كده تشتكي، يعني تدفع وبعد كده لحسن نشيل العده يعني بالظبط. احنا دوله مؤسسات ما فيش قلق، ودايما عشان كده بننصح دايما ان احنا نتعامل مع الجهات والمنصات الرقميه المعروفه، زي ما جبت حضرتك هشام بيه صفوت، ويمكن احنا على تواصل دائم مع هذه المنصات المحترمه اللي ليها كيان وليها وجود، بنقدر ويمكن هم حاطين شروط حمايه المستهلك اوريدي على المواقع الالكترونيه بتاعتهم، بنقدر بسهوله جدا ان احنا نتعامل معاهم ونرجع تاني وياخد فلوسه. والقانون نص على 7 أيام يكون الفلوس راجعه تاني مكانها، سواء دفع فيزا او دفع كاش وكل الوسائل الممكنه. عشان كده بنقول ان المصريين حبوا 20% فقط بس هم اللي حبوا يدفعوا عن طريق الفيزا اونلاين، لكن 80% منهم حبوا ان هم يدفعوا كاش اون ديليفري، او يعني من بعد وصول عند التوصيل بالظبط كده. صحيح، طبعا بنقول هو امن، يعني انا ما اقدرش انكر على حضرتك ان هو امن، الناس بتفضل ده اكتر. يعني هي الدراسه قالت كده فعلا، ولعلكم بترشحوه بفضل. يعني بالظبط كده، ان 20% فقط بس. هل حضرتك بتنصح كقائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك بان الناس تفتح السلعه اللي هي مشترياها عن طريق الانترنت وتتاكد منها قبل ما تدفع؟ بص حضرتك، كل الوسائل ممكنه، التجاره الالكترونيه مش عايزين نوقفها، هي تجاره يعني واعده، وبنقول في مصر والشرق الاوسط من التجارات او من التجاره اللي فيها بومينج او فيها نسبه يعني زياده مفترضه كبيره جدا، فاحنا مش عايزين نوقف ده. احنا بنقول عندك كل الطرق ممكنه، انت اوريدي محمي بالقانون،
فسواء دفعت بالفيزا قبل ما تجيلك، سواء دفعت عند الشراء والاستلام، كل ده محمي. عشان كده بنقول اهم حاجه اشتري من مكان ومن منصات فيها ثقه. يمكن احنا برضو شفنا بعض الحالات اللي فيها نتيجة ان اكونت عادي على اي حساب وبيتقفل بعديها على الانستجرام على الفيسبوك على اي طريقه، لكن احنا برضو في حمايه المشترك عن الطريق صفحه على الفيسبوك وتقفل عندك حق. حتى دي برضو بنتابعها وبنخلي اداره التحريات بتاخد فيها اجراءات قويه جدا وبتعمل محاولات. يعني احنا زينا زي الناس كده بندخل نشتري وبنعمل محاولات وبنمسك الناس اللي هي بيبقى فيها خداع للمستهلك او انها ما بتطبقش قانون حمايه المستهلك. عظيم، انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور احمد سمير فرج القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك، شكرا جزيلا لحضرتك. الشق الثالث، يعني شفنا المواقع الكبيره اللي بتبيع بتنصح بايه والشغل فيها بيتم ازاي، كمان شفنا الشق الخاص بحمايه المستهلك، تعال نشوف الطرف الثالث اللي هو التوصيل بقى والتحصيل. ايه المشاكل، خصوصا ان الناس بتتكلم على فكره ان احنا لا محتاجين اكتر ان احنا نتاكد من المنتج اللي بيوصل لنا. هل المشكله زي بتاعه الطوبه دي، هل هي مشكله البائع، ولا هل هي مشكله شركه التوصيل، ولا مشكله الزبون نفسه اللي ما اتاكدش من السلعه اللي هو بيشتريها قبل ما يدفع. فبرحب بالسيد مهدي العلبي المدير التنفيذي في احدى الشركات المتخصصه في تطوير التكنولوجيا وعمليات النقل او اللوجستيات. يا استاذ مهدي اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عمرو، ازيك، مساء الخير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. حضرتك شايف ازاي دلوقتي الاليه اللي ماشيه، خصوصا ان واضح ان في زياده في الطلب على الشراء الالكتروني في ظل ازمه كورونا والمحلات كانت قافله لفترات طويله يعني. طبعا هو يعني التجاره الالكترونيه تقريبا كانت هي المنفذ الوحيد للمستهلك ان هو يوصل لل احتياجات الرئيسية بتاعته في خلال الفترة بتاعت كورونا. وزي ما هشام قال، احنا شفنا برضو عدد كبير قوي من المستهلكين اللي عمرهم ما كانوا جربوا التجارة الإلكترونية خدوا الخطوة وخدوا المبادرة ان هم جربوا التجارة الإلكترونية من خلال المواقع او المنصات الموثوق منها. واعتقد ان الناس دي حتى بعد نهاية الجائحة شافوا ان الموضوع في معظم الأحيان سلس وسهل، وفي بعض الأوقات توفير في الفلوس والمجهود، وده مش ما اعتقدش ان ده يعني في عروض كانت بتبقى كويسة جدا الحقيقة. ده طبيعي ان التجارة الإلكترونية، الشراء مع التجارة الإلكترونية في توفير، انت عندك استثمارات مش موجودة، عندك إيجارات مش موجودة، عندك شراء من الجملة من التجار والمنصات، فدايما التجاره الالكترونيه دايما معروف عنها انها ممكن تبقى موفره عن تجاره التجزئه. وحضرتك مسؤول عن فكره التحصيل ومسؤول في احدى الشركات عن هذا الامر، حضرتك بتنصح الناس تتعامل مع المنصات المعروفه، المتاجر المعروفه اللي الشباب عارفينها الحقيقه بالاسم بيشتروا منها على الانترنت، ولا اتعامل مع صفحه موجوده على الفيسبوك بتعرض موبيليا، بتعرض مفروشات، بتعرض ملابس، بتعرض اي مستلزمات حتى كهربائيه، حضرتك بتنصح بده ولا بده؟ هل ده امان ان انا اتعامل مع الصفحات دي على الفيسبوك وهي منتشره بشكل كبير جدا؟ بص حضرتك، يعني هي احنا بنمر بمرحله تحول رقمي، فالتجاره بتتحول. مصر في الثلاث اربع خمس سنين، احنا بقالنا خمس سنين شغالين على الارض في مجال اللوجستيات بتاع التجاره الالكترونيه، شفنا شباب كتير قوي طلع من جامعات ما اشتغلش في وظيفه، دخل في مجال التصنيع والانتاج. التعويم اللي حصل في مصر ساهم كتير في اعاده الثقه في المنتج المصري، خصوصا في المنتجات المصريه اللي هي الخامات المصريه او الخامات موجوده فيها في مصر، زي الملابس، زي مستحضرات التجميل. لا مش لازم بس التراثيه والهاند ميد والكلام ده، لا، الملابس، مستحضرات التجميل، منتجات الخشبيه، منتجات الجلود، شنط الحريمي، كل دي احنا في شركات اتبنت وتاسست وكمان خدت استثمارات كبيره جدا. ممكن في شركات ابتدت كصفحه صغيره جدا تعمل خمس اوردرات في الاسبوع، ودلوقتي ما شاء الله بتعمل فوق ال 500 اوردر في خلال سنتين ثلاثه. احنا طبعا يا فندم يعني الشق ده احنا لامسينه ونتمنى حتى ان هو يزدهر، زي ما حضرتك قلت ان هو شجع ناس كتير وقطاعات كتير. فانا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ مهدي، ربنا يوفقكم، لان القطاع ده مهم وزي ما بنقول بيشغل ناس كتير،
بيفتح بيوت ناس كتير وبيمثل نافذة الحقيقة للكسب، كسب العيش وللإنتاج بشكل كبير للشركات المتوسطة والصغيرة وحتى متناهية الصغر طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذنكم نخرج لفاصل سريع وبعد الفاصل نشوف المخلفات الخاصة بكورونا وكيفية التخلص الآمن منها. خليكم معي. وزارة الصحة أعلنت عن الحالات الجديدة من حيث الإصابات اللي تم تسجيلها، وفقا للبيان تم تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بكورونا من الحالات الإيجابية اللي بترصد كل يوم وفقا للبيانات والمعلومات التي ترد إلى وزارة الصحة والسكان في مستشفياتها المختلفة ومستشفيات التعليمية. كمان تم تسجيل 79 حالة وفاة، وبيرتفع حالات الشفاء إلى أكثر من 21,238 حالة وخروجهم من المستشفيات. ده الحقيقة بيخلينا لازم نتكلم على فكرة الناس اللي موجودة سواء في المستشفيات، مستشفيات عامة، مستشفيات خاصة، حتى الناس الموجودة في بيوتهم من الحالات الإيجابية من مصابي كورونا. الناس دي لها مخلفات، مخلفات طبية وغير طبية، لابد من التخلص الآمن لهذه المخلفات عشان ما تكونش مصدر للعدوى ولانتشار الوباء بشكل أكبر لا قدر الله. هنعرف إزاي بيتم التخلص من هذا الأمر وأهم النصايح اللي بتقدم في هذا الأمر من الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية بوزارة البيئة. دكتور طارق مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك، وأرجوك قولي التنسيق اللي بيتم ما بينكم في وزارة البيئة مع وزارة الصحة والجهات المعنية للتخلص من هذه المخلفات خصوصا في ظل أزمة كورونا. مساء الخير أستاذ عمر. الأول بس اسمح لي أتقدم بالعزاء فقيد الوطن الفريق العصار، أدخله الله فسيح جناته ورحمه رحمة واسعة وألهم أهل وزويه الصبر والسلوان وإن الله وإن إليه راجعون. وأتقدم برضو بالعزاء لجميع محبي وجماهير الفنانة رجاء الجداوي، وندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان. نرجع بقى لموضوعنا. فعلا في تنسيق جامد بين وزارة البيئة ووزارة الصحة في شأن التخلص من النفايات الطبية الخطرة وخصوصا مهمات الوقاية الناتجة من الأفراد. احنا في وزارة البيئة بيهمنا إدارة المخلفات ديت أول لما الناس تستغنى عنها طبعا، عشان بنبقى خايفين على عمال النظافة واللي بيقوموا بجمع المهمات ديت ان هم يتعدوا. فعشان كده هو بنطلب من جميع الافراد ان هم يطهروا المخلفات بتاعتهم ديت قبل ما يرموها، يطهروها بان هم يرشوا عليها كلور او كحول، بالاضافة ان هم يتلفوها بحيث ان ما فيش حد تاني يستخدمها من مثلا النباشين اللي بيستخدموا القمامة بحيث ان العدوى ما تنتشرش اكتر من كده. بالإضافة لكده هو وزارة البيئة أصدرت أدلة إرشادية لجميع القطاعات بحيث أن كل القطاعات تبقى عارفة تتخلص من مخلفاتها إزاي. يعني مثلا بالنسبة للمولات التجارية والنوادي والمنشآت السياحية، إحنا طلبنا منهم أنه هو يبقى في مسؤول لإدارة النفايات ديت في كل منشأة، والمخلفات ديت تتجمع في حاويات مخصوصة ويتم تطهيرها بصفة دورية بالكلور أو بالكحول. ولو في المنشأة عيادة بتنضم المخلفات دي لمخلفات العيادة، ومديرية الشؤون الصحية بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة بتشيل المخلفات ديت مع مخلفات العيادة. لو ما فيش عيادات بتتنقل المخلفات ديت في سيارات أو مركبات مغلقة، وبيتعمل لها حفر مخصوصة أو خلايا مخصوصة في المدافن اللي تابع ليها المنطقة بتاعة المنشأة، وبتتغطى بالجير الحي بحيث أن أنا أفصلها عن البيئة الخارجية خالص. يعني ما فيش أي حيوانات أو قوارض تقدر تقرب منها، وما فيش نباشين يقدروا يستخدموا. بس أنا كنت بطلق سيادتك على فكرة الناس اللي بتخلص من الاهتمامات ومن الجلاس او الجوانتي وتلبيك الشارع، ازاي ده على الشارع او على الرصيف او مرمي جنب العربيات او تحت العربية؟
هو الصوت مش واضح شوية، بس يعني اللي أنا فهمته إن حضرتك بتسأل على مهمات الوقاية اللي بتترمي في الشوارع. المفروض العمال النظافة أو الجمع النفايات ديت المفروض ما يمسكوهاش بإيديهم، يعني يحاولوا إن هم يمسكوها بأي حاجة تانية، يكون هو لابس جوانتي أو لابس كيس، يبقى لازم يبقى فيه عازل بينه وبينها. بالإضافة برضو إن هو ما يحاولش إن نفسه يبقى قريب منها. وطبعا إحنا بنحاول نرفع وعي الناس إن هو حاجة زي كده، هو ديت بتضر بالمجتمع كله وممكن العدوى ترجع له تاني، فلازم الناس تتصرف طب بطريقة دكتور طارق، سليمة إن هم انا يرموا اسف الحاجة ان ديت انا بس. بقفز بالاسئله بتاعتي، لو حضرتك سامعني انا بسال على المراكز اللي اصبحت دلوقتي بتعالج بكورونا، ممكن يكون مركز تجميل او اي شيء بدا يفتح قسم لكورونا والحجر او العزل الصحي، يعني ازاي بتتعاملوا معاها خصوصا ان دي في عمارات او في شقق سكنيه وفي ناس بيبقوا عايشين حواليهم، الى اي مدى حضراتكم بتنسقوا مع الصحه عشان رفع هذه المخلفات من الوحدات دي لانها في الغالب هي وحدات سكنيه؟ تمام يا فندم. المنشآت اللي هي فيها عزل، يعني احنا منسقين مع وزارة الصحة بالنسبة للمستشفيات ومنشآت العزل، ان كل النفايات اللي طالعة منها بتعامل على انها نفايات طبية خطرة، وديت بتتم نقلها عن طريق مركبات مرخص لها من وزارة الصحة، وبتتنقل لمحطات المعالجة المركزية اللي نعم تابعة لوزارة الصحة، بحيث انها تتعالج لا اما بالترميد اللي هو الحرق او بالفرم والتعقيم. بالنسبه للمنازل اللي فيها اشخاص في اشتباه عندهم كورونا، برضو نازل في الدليل الارشادي عندنا ان الحاجات المخلفات بتاعتهم لازم انها تترش بكلور تملي بحيث ان انا اطهرها، وبتتقفل في كيس مزدوج وبعدين بتترمي. عظيم، أنا بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور طارق العربي مدير مشروع التخلص من النفايات الطبية، شكرا جزيلا لحضرتك وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يعني حاولنا النهاردة إن احنا نطلع معاكم من البيت زي ما احنا بنطلع على مدى الأسابيع اللي فاتت. الحقيقة الموضوع صعب جدا إنك أنت تقدر إنك أنت تكون ماسك كل خيوط الأمور دي واحنا بره الاستوديو، فانا بشكر زملائي شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم على صبركم، شكرا جزيلا وتصبحوا على خير، الى اللقاء.